أي خطوات تشيطن تركيا أو تبتعد عن تركيا من جانب الدول العربية، نعم، تخدم الكيان الصهيوني. لأن أنا كما قلت يعني إسرائيل لا ترى في المنطقة دولة صاعدة إلا تركيا، بأي انتهى يعني ما شفت الآن العراق وسوريا اليمن مدمر. الآن استنزفت العربية السعودية، استنزفت بحربها في اليمن، واستنزفت في سيطرة ترامب وكوشنير وابتزاز اللي قام فيه الرئيس الأمريكي والمليارات، لذلك المخرج والمليارات والضغط عليها من أجل يعني بيعها أسلحة، قد تكون الأسلحة منسقة وقد تكون، ولذلك المخرج ليس فقط عربيا لا لا لا، اللاعب الرئيسي في المنطقة الآن تركيا. يجب على الدول العربية، يجب وليس خيار، يجب على الدول العربية أن تقيم صلات قوية مع تركيا حتى تشكل هذه الصلات سدا منيعا بمواجهة إسرائيل.